مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقينا اتصال من عند العائلة ديال المرحومة لبنى. من هي لبنى؟ لبنى عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها. لبنى الله يرحمها اللي تقتلات في الهلاويين في جلسة في بير. المراحل ديال الجلسات كملات وصدر الحكم، والحكم أتلج صدر العائلة ديال المرحومة. لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع وفيما يخص عدد كبير من المغاربة اللي ما عمرهم عرفوا القصة، غنشوفوا القصة من الأول كيفاش بدات. خلي الحكم هو الآخر. عاود لي القصة ديال المرحومة لبنى لحوالي سنة ولا سنة وشهرين تقريبا، يعني شي 14 شهر باش وقعت الواقعة. اليوم صدر الحكم النهائي. كيفاش القصة ديالها من الأول باش الرأي العام يستوعب؟ إن شاء الله. عاود بلا من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. لبنى بنتي من مواليد 1998 في العمر ديالها 23 عام. بنتي الحمد لله كملت الدراسه ديالها الحمد لله، وبنتي عندها تتوفر لها شركه كلاس اوتو ان وان. والحمد لله هذاك النهار فاش جيت للدار عند امها قلت لها فين هي لبنى، قالت لي ودي راه خرجت غير تسخر، تجيب غير الخبز والمناضه. ملي خرجت تسخر ما بقاش رجعات، امها ما ارتاحتش هذاك النهار. وصلت ل 12 الليل، هودنا درنا الشكاية عند ولاية الأمن الحمد لله. تنشكروا الناس ديال الأمن، استقبلونا أحسن استقبال. المهم داروا معنا الخدمة، والغد لي درنا الشكاية عند وكيل الملك. والحمد لله أنا مني درت الشكاية وبقيت تنتسنى، بقيت تندور باش الناس تفهم اللي ما فهمش. الحمد لله مشيت للمدن تنقلب على بنتي. هذاك النهار كنت غادي المطار محمد الخامس، قلت غنقلب على الطوموبيل، الا لقيت الطوموبيل تما بنتي راه مشات. ما لقيتهاش حتى شويه، تفاجات قالوا لي تعال راه بنتك راه لقاوها مقتوله قز جو لاحه في بير. مني جيت نشوف لقيتها هي بنتي، والحمد لله راه مني شفت بنتي تذكرت الله سبحانه وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشري الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. راني شفت بنتي في ديك الحاله، شفتها. ما نعاودش لكم اخوتي المغاربه، راه كيفاش شفتها في هذيك الحاله؟ راه لا يعقل، راه خنزات ودودات. والله سبحانه وتعالى ثبتني. هنا غتعاود ليا انطلاقا ملي شفتي المراحل ديال الجلسه والدعوه وشتي المحاضير، فهمتي القصه. هذا اللي قتل بنتك ولا حف بير، عاود ليا بالتفصيل شنو العلاقه ديالها معاه، علاش دار هذا الشيء، كيفاش، شنو كان كيقول هو قبل ما يتحكم البارح تحكم. تحكم هو شنو تيقول قدام الرئيس وتيتكلم، تيقول لي مودي انا راه كنبغيها. المحامي ديالي راه جاوب عليا وجبت الحمد لله. واش تبغيها تقتلها؟ تتبغيها جي عندي انا قول لي راني بنتك طالبه على سنه الله ورسوله، ما درتي حتى شي حاجه تخالف الشرع. الله سبحانه وتعالى عطاك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعديلوا فواحده ومؤمن. جي عندي سولها، وديك الساعه ملي غنسولها الا بغاتك راه ما نزيدك الخير. هنا غتكمل معايا، خلي الراي ديالك انت، انت الراي ديالك عارفه تبارك الله. هذه الابنه ديالك الله يصبرك فيها. انا عاودي واش قال؟ قال كنبغيها. زيد شنو اخر؟ علاش قتلها؟ علاش قتلها؟ قال لك راه بغات تستفز وتاخذ من عنده 3 مليون، وراه حامله. والحمد لله الطب الشرعي والخبراء ديال الطب اكدوا بان الدريه ما حاملاش والدريه باقا بنت. والحمد لله هذا هو التناوش اللي داروا، وهو اعترف قدام الرئيس بان تقاش جينا شنو في الاخر قجها. ملي قجها وماتت ليه وقتي غتخليها محطوطه. ملي قجها وماتت ليه لاحها في البير، لاحها في البير 15 يوم حنا نقلبوا، وحنا هذا هو اللي كاين الحمد لله. كيفاش تكتشفت في ذاك البير؟ وعاود لي تاع ذاك البير فين كاين وشكون هو مول هذاك البير، ديك الجلسه وعاود لي. البير الجلسه ديال بواه، بواه داير جلسه تما ودير فيها بير. وهو ربما واخد صورت مع با تحت المتلاشيات. بنتي انا مني تلاحت في ذاك البير اش غنقول لك ودي سي يوسف، الامور هي مني قجها ماتت لي في يدها لاحها في البير. كل شيء بين واضح الحمد لله. واش غنقول لكم الخبره الطبيه وضحات بان السيده راها تقجات وماتت ولاحها في البير. هذا هو اللي كاين اخو يوسف. واش غنقول لك؟ الله يكتب. ما كانتش حامله. لا ما كانتش حامله. الطب الشرعي راه الحمد لله الرئيس والحمد لله الراي العام وكل شيء، الناس عارفين بان الطب الشرعي راه ما فيه الشك، فهمتي. والحمد لله راه اش غنقول لك اخو يوسف، راه خذا الجزاء ديالو الحمد لله. اليوم مشيتوا للمحكمه، الملف وصل للنهايه ديالو، تحكم. شنو الحكم اللي صدر في هذا الملف؟
الحمد لله انا تنحي من هذا المنبر هذا العداله الحمد لله اللي عطاتني حقي تصدر بحكم المؤبد. الحمد لله الله الحمد لله انا ما نكذبش عليك ارتاحيت دابا نقول لك بكل صدق راه عام وشهرين وانا ما مرتاحش الحمد لله. وانا راه تنشكر العداله وتنشكر الناس اللي وقفوا معايا وتنشكر صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله الله يحفظه والامير السي مولاي الحسن والاميره الخديجه والاسره العلويه والشعب المغربي تنشكره وتنشكر المنابر الصحفيه الصحافه الحمد لله راه الصحافه راه شرفاء الصحافه الحمد لله راه وقفوا معايا الله يجازيهم بخير الصحافه هذا الحمد لله والله سبحانه وتعالى وتحيه العداله راه الحمد لله عندنا عداله نزيهه وانا تنعترف بها وسمحوا لي العداله الله يجازيكم بخير لا صدر شي مصطلح ما شيت ليه انا تنعتذر لكم. انت اب والاب والام الوالدين عندنا ما نناقشوا فيهم انت كتشوف الحكم مناسب خدا الجزاء ديالو والعداله دارت الخدمه ديالها الله يصبرك في بنيتك. هذا هو اللي غادي نقول لك مشاهدينا الكرام معايا الام غادي نشوف معاها من زاويه اخرى البنت ما تتعوضش الله يرزقك الصبر القضاء قال الكلمه ديالو وخديتو الحق ديالكم الله يجازيهم بخير الله يجازيهم بخير القضاء الله يجازي بخير القضاء عطانا انصفنا وعطانا الحق ديالنا اللهم لك الحمد وكنشكر كاع المغاربه الحمد لله اللي ضامنوا معنا ووقفوا معنا وراك عارف هي راه الجريمه راه ماشي سهله راه ماشي سهله راه هو كان غادي يغطي عليها هو لاحوها في البير وبغاو يغطوا عليها لانني انا لحد الان باقا شاكه في امه ومرته واش هما اللي كانوا معاه وهزوها ولاحوها ولا كيفاش داروا ليها الله اعلم المهم هو هزتوهم بوحدو المهم انا ما كنسمحش ليهم ما كنسمحش واخا خديت حقي في الدنيا انا باقا متابعاهم حقي حتى لغدا قدام الله وسخوا السمعه ديال بنتي وقال لك بانها كانوا في جلسه خمريه وهذيك البنت راك شتيها السي يوسف واش ديال الجلسه الخمريه واش هذيك البنت تعطيها تكون في جلسه خمريه حشومه عليهم حشومه عليهم والله العظيم والله العظيم انا ما عارفاش لحد الان انا ما عارفاش بنتي كيفاش وقع عليها انا بنتي عطيتها تجيب لي غير الخبز المناضه حتى كنلقاها تلقى التليفون ديالها مطفي 15 يوم وانا كنتعذب ليل ونهار وتنقلب ليل ونهار وهو جالس مع عائلته وتيخطوا اشنو تيديروا ما على بالوش فهمتي حتى عطات الريحه عاد باش مشى قدم راسه وقال لهم تعالوا راه واحد السيده راني لحتى في البير. الحمد لله الدهاء والذكاء ديال القاضي وديال الهيئه اللي حاصروه قدروا يوصلوا للنتيجه. الحمد لله رغم هما راه ما خلاوش في جهدهم عائلته رغم ثلاثه المحاميين وكيتقاتلوا حتى هما وداك الشيء ولكن القضاء اللهم لك الحمد الله يجازيهم بخير. الله يرزقك الصبر في نيتك وشكرا لك شكرا لك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذا هو النهايه ديال الملف ديال لبنى اللي عدد كبير من المغاربه تبعوا القصه ديالها. لبنى ضحية علاقة إلا أن الطرف الثاني كان له رأي آخر اللي خدا الإدانة بطبيعة الحال وتحكم أشد العقوبة القضاء كان منصفا وكان ذكيا وبنى على مجموعة من المعطيات تقنية وعلمية واجب بها الرئيس المتهم ليعترف بالأخير أنه قام بالخنق ديالها فكان المآل ديالها هو الوفاة ثم صعب عليه المأمورية باش يولي التكييف غادي كيصعب هي فاش دارها في البير وهذا من أخطر الجرائم بطبيعة الحال مشاهدينا الكرام انا كنستنكر بان بنتي كانت كتعرفه لان بنتي كانت ما كتخبي عليا حتى شي حاجه كلشي كانت تقولوا لي والناس اللي كتعرفهم بنتي انا كنعرفهم وهذا راه ما كنعرفوش والله شاهد عليا كون كنت كنعرفو اول واحد غنمشي عنده ملي غبرت بنتي هما وغنمشي عندهم ونقلب عليهم واش انا كتحرق ليل ونهار على بنتي وهم تيقولوا انا كنعرفهم حنا كنعرفوهم طرفيه الملف كان الاطراف كل وجهه النظر ديالو في الموضوع وبعض الاشياء اللي فيها اشاعه وامور اخرى الا ان القضاء المغربي لا يحتكم القرار الشرعي ويحتكم القانون. الحكم اللي صدر اليوم اللي هو المؤبد والعائله مطمئنه لهذا الحكم القرار في الاخير اتلج صدر العائله. مشاهدينا الكرام هذه قصه للعبره وسوف نوافيكم في حاله اذا كانت اي تطورات فيما يخص القضيه. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.